السلام عليكم. نور الدين صاحب شركة أوتو البركة اللي كاينة في المغرب العربي بلوك دي 464 حدا بزيد السلام. أنا ديما تندير هاد شركة أوتو البركة باش بغيت نتكلم دابا باش نناقش شوية ديال المشاكل اللي عندنا هنا في هاد البلد العزيز ديالنا، هاد الوطن العزيز ديالنا. هو هاد الشركة اللي كراء سيارات، لأن كراء السيارات ولا ضروري ولينا محتاجينه بزاف، أن أي واحد ولات خاصة طوبيل باش يقضي المشاكل ديالو. ولكن كاين بعض الصعوبات وبعض الخروقات اللي كاينة صعيبة بزاف، كما هضرت واحد المره قبل على بالنسبه لاسيرونس وبالنسبه للقانون اللي كاين اللي عندنا في هذا الوطن العزيز. مثلا انا تنكري طوبيل ووقعت لي بزاف مرارا تنكري، انا ما يمكنش تيجي عندي واحد بلاكار ديالو بالبيرمي ديالو بالمسائل ديالو، ما غاديش يمكن ما نكريش وتيخلصني، ما يمكنش ما نكريليش، انا ما غاديش نتبعو ونعرفو واش يدير. كما وقع لي دابا هنا في قنيطره، ان واحد السيد عايش برا كرا واحد طوبيل، شوف واش دار، شنو المشكل دار. طوبيل تحزات لي دابا ما يزيد على 15 يوم بامر ديال النائب ديال الوكيل العام. بغيت نعرف علاش انا غتحز لي الطوبي ديالي، انا ما عنديش علاقه، وتنخلص ما خلص في هذا الشهر واحد ما اكثر من 3 مليون او 30 الف درهم ديال الضريبه، وتسلفت باش نخلص الضريبه. ومع ان حنا هاد المشروع ديال كراء سيارات، حنا تيخدم معنا التريسيان، تيخدم معنا الطولي، تيخدم معنا الميكانيسيان، تيخدم معنا لا ميزون الرونو، تخدم الضريبه، لاسيرونس، لا فيزيت، الفحص التقني، لا فيزيت تكنيك، وعاد العمال، وعاد مثلا الفلتراسيون، ليفيدونج، كاع هاد المشاكل كلها. ومع ذلك كتلقى واحد الصعوبات، ان بحال هاد المشكل تتلحق وتعتق لك الطوبيل ديالك بحال هي اللي دارت المشكل. اي الور الى عندي انا 15 طوبيل ولا مثلا 10 طوبيل، نعطي لواحد غيمشي يسكر بها ويقيس شي واحد هو يديو للحبس ويدخلو الفوريان، واحد غيمشي يهز بها الممنوعات غيدخلو الفوريان، واحد غادي يمشي يسرق بها ولا يدير بها شي حاجه غيدخلو ليه الفوريان. ولكن يا الور حنا ما عندناش شي حمايه، وانا بعيد من هاد الحويجات هادي، تيعني انا تنفكر باش غنسد المشروع. ولو انا غامرت اكثر من 700 مليون ل 600 مليون في 2014 و 2015 باش خدام على ما يزيد 50 طوموبيل، واحد 700 مليون ديال بين فلوسي وفلوس لابونك وفلوس بزاف ديال الحوايج. كي غندير غنزيد قدام، كي غندير غادي تكون عندي واحد الرؤيه بعيده انني غادي نكون بخير وعلى خير، لان تشوف حتى عندنا القانون ديال العصور الوسطى، وما هادشي تيضر، هادشي ما بقاش، هادشي حنا باقيين. انا وقع لك مشكل مع اكليه وباقي انت اللي تتحاسب معاه وتتخاصم معاه، ما كاينش شي تدخل ديال القانون، وما كاينش شي تدخل ايجابي بالنسبه لحنا اللي غيشجعنا، اللي غيعطينا واحد الرؤيه بعيده باش يخلينا نزيدوا قدام، باش يخلينا نرتاحوا، باش تطلع وتجلس مع اولادك ولا تجلس مع عائلتك تجلس مرتاح. ما كايناش طوبيل دخلت فوريا، خصك تخلص المحامي، تخلص هذا، تمشي تقاتل، تبقى تجري. ورغم ان في اوروبا او في الدول العالم الاول ما بقاش هذه المشاكل، هذه ما بقاش، ولو ديرها حانوت انت هاني، ديرها حنا باقي انت تخدم 600 مليون ولا 700 مليون وتلقى مشاكل. ولو ان تتحرك جميع القطاعات، ترونسبور، فيلتراسيون، الضريبه، لا فيزيت تكنيك، الفحص التقني، الضريبه كل 3 شهور عندنا، بحال هذا الشهر هذا شهر واحد خلصت تقريبا فوق 30000 درهم ديال الضريبه. والظروف صعبه في هذا البرد، والظروف صعبه في هذه المشاكل، هذا الشيء ولا تيقلق وهذا الشيء تيضر في القلب. الى مثلا الطوموبيل تشدات خص يشدوني انا وما يشدوا لي طوموبيلتي. الطوموبيل لان هذيك هي الطوموبيل، هذاك هو رزقي وعندها تريتها وعندها مصاريف ديالها وعندها كل شيء، انا نفضل نتشد انا وما يشدوا لي الطوموبيل ديالي، لانها الطوموبيل ديالي ما عندها حتى علاقه. وانا ما تنعلمش بانسان اش يدير، انا اي واحد عنده لاكارت بيرمي تيجي كري تندير معاه تحقيقات فاش خدام تنسولو، ولكن ما غندخلش معاه اش غيدير. ما تنعلمش وهذا الشيء ناقصه حتى مع الجمعيه، كانني كعضو في الجمعيه ديال اللي تكونت هنا في قنيطره. انا هذا الموضوع هو علاش انا دخلت الجمعيه، ولكن تنشوف باقي ما غيتوت هذه المشاكل. عندنا مشاكل مع لي زاسيرونس اللي تنعانيو منها كثير بزاف من التهربات ديالهم داك الشيء، وعندنا مشاكل في القانون، طوموبيل قاسه واحد خاصها تدخل فوريال، طوموبيل الهرب بها واحد خاصها تدخل فوريال، طوموبيل الكونترا وفات خاصها تدخل فوريال، طوموبيل مشى سرق بها خاصها تدير فوريال، طوموبيل هز عليها واحد السياره هز عليها الممنوعات خاصها تدخل فوريال. هادشي علاش؟ كاين بعض المدن اللي تيتساهلوا معانا، تيبقى مشكل تيعيطوا عليك تيعطوك طوموبيلك وتيتفاهموا مع السيد، كاين بعض المدن اللي تتحقر كمزرعة دي في المدينة اللي تنعيش فيها أنا في قنيطرة، وهادشي تيأذينا نفسانيا وصحيا وماديا ومعنويا، وما تيخليكش تشوف بعيد.
وانا وليت نفكر باش نسدد مشروع كاع، غير واحد دابا عندي لي عندي لونجاجمون كثير مع لي بونك مع كا، وليت نفكر باش نسدد المشروع هذا. لا لا ما تيسلكش وما تيفرحش، ولو انه هذا المشروع لصالح الوطن 1000%، اكثر من العقار واكثر من اي حاجه اخرى، ولكن انت وحنا تنخدموا غير للدوله. عندك لي شارج 1000% من ناحيه لي تريتمون ديال لابونك، من ناحيه الضريبات، من ناحيه كاع هاد المشاكل كلها. هاد لي تريتمون الكثيره اللي قويه بزاف، لي شارج قويه بزاف، تغيير الزيت، تغيير الفلتر، تغيير كذا، تغيير كاع هاد المشاكل كلها تدير فيها واحد الصوائر كثيره، واحد لي شارج كثيره. ومني تجي القانون باش هو يعاونك، باش هو يساعدك، باش هو هو اللي تيعجبي اديك هو. بحال مثلا ان النائب ديال الوكيل العام دخل لي طوب الفوريان، انا مشيت تما دخلت الفوريان. علاش؟ ما هو ما لماذا؟ لماذا؟ الا بغوني انا بغاو شي تحقيق يعطوني طوب، او يخلصوني، او يعطوني الوقت. مثلا انا المحكمه تخلصني في هذا الوقف ديالها، شدتها شهرين تخلصني فيها، تنكري طوب 300 درهم تخلصني 300 درهم، وديك الساعه تخليها عندها ما عنديش مشكل، وانا ما هاربش بالقانون. ولكن انا باش هي تحزز لي الطوموبيل وعندها مصاريف ديالها، عندها انها تخرج هي واقفه وتتخلص بواحد 150 درهم بالاسيرور ديالها والمسائل ديالها والضريبه ديالها والمسائل ديالها، ووقف لي الطوموبيل بلا ما انا تنطالب المحكمه باش تعطيني تعويض. وانا ما تقوليش تبع الكليون، الكليون انا ما تنعرفش الكليون انا، لان الكليون نتبعو الا كان بيني وبينه. اما ملي تندخل المحكمه تنطالب المحكمه مادام هي اللي عطات الحز، تنطالبها باش تعطيني تعويض فهاد توقف لي الطوموبيل شهر بحال كيما وقفت هاد الطوموبيل، هاد العربه اللي وقفت لي دابا، تنطالب انا المحكمه باش تعطيني تعويض ديالي في هاد المشاكل هادي. ماشي اول مره، هادي تقريبا كاين شي مرات تتفك نسبيا، ولكن دابا ملي تولي طول الطوموبيل دابا في الفوريان ما فوق 15 يوم، والوقت عيانه، وكاين واحد كاين ظروف صعبه في هذا البرد شويه، باش ما عرفتش انا شكون اللي غندير تنفك المشاكل ديالي. انا خاص لي يدفعني شويه باش نزيد شويه لقدام، ولكن انا تيرجعك لواحد اللور، وهذا ماشي هذا الشيء تيعصب شويه، ولا حول ولا قوه الا بالله. الاشاره انني دوزت واحد 20 عام في الديار ايطاليا في اوروب، وحاولنا نرجعوا للبلاد ديالنا، لان قلنا باش نكبروا الوليدات ديالنا هنا، وباش نحركوا الاقتصاد ديال البلاد، وباش نخدموا ولاد الوطن، وباش نتعاونوا مع ولاد الوطن، وباش نحركوا الاقتصاد ديال البلاد على قدر المستطاع. وحنا تنتمنوا الخير، ونتمنوا التيسير من عند الله، وشكرا.